بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. مبروك للاهلاويه، مبروك لكل من ينتمي للمنظومه الاهلاويه، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي ولكل جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الاداري والفني والطبي ولاعبي النادي الاهلي الثلاثيه، بطوله الدوري وبطوله الكاس والبطوله الغائبه عن النادي الاهلي منذ 7 سنوات، بطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله الاعظم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. الجيل الحالي من لاعبي النادي الاهلي يستحق ان يكتب اسماءه في تاريخ النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي الكبير المليء بالبطولات وبالالقاب. هذا الجيل يستحق ان يكون موجود، خاصه ان هذا الجيل جيل مميز على المستوى السلوكي وايضا على المستوى الفني. دي كانت رسالتنا قبل بطوله دوري ابطال افريقيا او قبل المباراه النهائيه، وقلت لهم هنا في برنامج الاشبال اكتبوا اسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الاهلي. فعلا كان لاعبي النادي الاهلي كانوا في المعاد في بطوله دوري ابطال افريقيا وايضا في بطوله الكاس، كاس مصر. بطوله او الثلاثيه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هي رساله مهمه للاشبال والناشئين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كل من يلعب في النادي الاهلي او ينتمي للنادي الاهلي هو ده قدر كل لاعبي النادي الاهلي، بتلعب على كل البطولات. وزي ما قال حارس مرمى النادي الاهلي اللاعب الكبير او الحارس الكبير محمد الشناوي، اتعلمنا واحنا صغيرين في النادي الاهلي ان المركز الثاني زي المركز الاخير. علشان كده دي كانت رساله مهمه من لاعب كبير وحارس مرمى كبير محمد الشناوي لكل الناشئين في النادي الاهلي، انك انت بتلعب على كل البطولات، المركز الثاني زي المركز الاخير بالظبط. في النادي الاهلي لو بتدور على الطموح، بتدور على المال، بتدور على البطولات، بتدور على التاريخ، اكيد ده كله هتلاقيه موجود جوه النادي الاهلي. تحيه من هنا لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اللي تحمل خلال 3 سنوات السابقه ما لا يتحمله بشر. فضل متمسك بقيم ومبادئ واخلاق النادي الاهلي. علشان كده النادي الاهلي دايما غير. علشان كده القصة والسيناريو والفيلم لازم ينتهي نفس النهاية اللي احنا شفناها، لازم الأخلاق والمبادئ في النهاية تنتصر. علشان كده دي رسالتي من هنا لكل من ينتمي إلى منظومة النادي الأهلي، هو ده قدر النادي الأهلي. دايما كل المسؤولين في النادي الأهلي بيعملوا في صمت، ما بنتكلمش كتير لكن دايما بنعمل كتير. هو ده اللي احنا شفناه على مدار 3 سنوات من لاعبي النادي الأهلي ومن خلال مجلس الإدارة ومن كل من ينتمي إلى منظومة النادي الأهلي. عمل على مدار 24 ساعة في 3 سنين، مش عمل بس في فريق الكورة، لا، عمل في كل الإنجازات في النادي الأهلي، على المستوى الإنشائي، على مستوى الألعاب الجماعية والنشاط الرياضي، على مستوى كمان قطاع الناشئين اللي ما شاء الله السنة دي بنشوفه في طفرة كبيرة، طفرة من خلال الكابتن خالد بيبو مدير الفني الأجنبي، من خلال دمج اللاعبين، من خلال ضخ الأموال في قطاع الناشئين، علشان نشوف القطاع إن شاء الله خلال السنوات القادمة بيقدم لعيبة للنادي الأهلي والمنتخبات مصر. ده اللي احنا شفناه، وشفناه في نهاية الموسم مع موسيماني اللي بدأ يعتمد على عدد كبير من لاعبي الناشئين النادي الأهلي مع الفريق الأول، شفناه في بطولة الدوري وبطولة الكاس. الحمد لله ربنا توج المجهود ده كله وجعل النهاية نهاية سعيدة، نهاية بثلاثية، وده مش غريب على النادي الأهلي ولا تاريخ النادي الأهلي اللي مليء بثلاثيات ورباعيات وخماسيات. دايما لما بتتكلم عن تاريخ النادي الأهلي بتلاقيه تاريخ مليء بالإنجازات اللي سطره أجيال سابقة، والجيل الحالي بيدخل مع الأجيال السابقة. لكن الثلاثية دي والبطولات القادمة بتحمل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني والجهاز الإداري والطبي مسؤولية كبيرة خلال الفترة القادمة، إن هو ده قدر النادي الأهلي. النادي الأهلي وهو بيفوز بالتاسعة أمام نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في نفس اليوم وإحنا بنحتفل تاني يوم الجماهير بتقول العشرة يا أهلي، الناس بتقول كاس مصر يا أهلي، الناس بتقول وجماهير النادي الأهلي بتقول السوبر المصري والسوبر الأفريقي. علشان كده جمهور النادي الأهلي غير. جمهور النادي الأهلي ما بيشبعش بطولات. عمرنا ما هتلاقونا في قناة الأهلي بنقول الحمد لله احنا زهقنا من البطولات، لا. كل من ينتمي للنادي الأهلي ومنظومته ما بيشبعش من البطولات. طبعا بناخد بالأسباب،
واللعيبه بتأدي اللي عليها ومجلس الاداره بيأدي اللي عليه وبناخد بالاسباب، علشان كده بيكون دايما التوفيق موجود. وحلفنا فعلا الاهلي مجد والجمهور هو السند، سند دايما النادي الاهلي على مدار تاريخه. ايضا بكرر شكري لمجموعه الشباب الاهلاويه عمرو ابو الخير، يوسف ابو الخير وعبدين ومحمود تيكا. نروح لاول فقراتنا في برنامج الاشبال، اخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتديها مع 2001، وهنبتديها مع أول خبر معنا مع أهلي 2001. أهلي 2001 يفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في افتتاح بطولة الجمهورية. سجل هدف الأهلي في الدقيقة 60 اللاعب أحمد أشرف من ركلة جزاء. الجهاز الفني لفريق 2001، كابتن ياسر رضوان مدير فني، معتز اينو مدرب عام، تامر دسوقي مدرب حراس، محمد إمام طبيب الفريق، محمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبد الخالق مدلل. نروح للخبر الثاني ونتائج الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، وأبرزها فوز الزمالك على البنك الأهلي 3-2، فوز الأهلي على غزل المحلة 1-0، وفوز الإسماعيلي على بيراميدز 2-1. ويكون معانا يعني بعد شوية جرافيك بكل النتائج. نروح ل 2006. أهلي 2006 يفوز على الإنتاج الحربي بثنائية في افتتاح بطولة الجمهورية. سجل أهداف الأهلي عمر سيد معوض في الدقيقة 48 ويوسف السيد في الدقيقة 77. عايز أقول برضو الجهاز الفني لفريق 2006، كابتن سيد غريب مدير فني، أحمد صديق مدرب عام، محمد فتوح مدرب حراس مرمى، علاء مأمون طبيب الفريق، وعمار فتح الإداري، وأحمد ممدوح المدلل. هنروح لنتائج مباريات الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2006. الجولة الأولى أسفرت عن فوز الأهلي طبعا زي ما قلنا على الإنتاج الحربي 2-0، والإسماعيلي على المقاولين 1-0، وفوز الزمالك على مصر المقصة 3-1. خبر اللي بعد كده، دجلة يستعير موهبة هجوم ناشئ الأهلي صالح نصر، لاعب فريق الشباب لمدة موسم. كل التوفيق لصالح نصر، ودي إعارة مهمة جدا للاعب موهوب عندنا، محتاج فرصة ومحتاج خبرات، إن شاء الله يكون موجود ويرجع السنة الجاية لفريق النادي الأهلي. الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، نعلم ناشئي الاهلي ان ما يعرفه الفريق هو الفوز فقط، ودي الرساله المهمه جدا الاجيال بتسلمها لبعض. الرساله المهمه ان كل لعيب كبير في الفريق الاول بالنادي الاهلي بينقل الرساله دي للناشئ الصغير، دايما بنلعب على الفوز، وده اللي بيتعلموه ايضا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي يحضر مران معسكر منتخب الشباب قبل السفر الى تونس. كل التوفيق لمنتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين. وايضا موجه الشكر للوزير الدكتور اشرف صبحي على مجهوداته الكبيره خلال الفتره السابقه، موجود مع كل المنتخبات، منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، المنتخب الاول، كمان قبل المباراه المهمه هي مباراه نهايه بطوله دوري ابطال افريقيا الاهلي والزمالك، مبادره لا للتعصب. عشان كده بنحيي الدكتور اشرف صبحي على المجهودات الكبيره، واتمنى كمان مبادره نبذ التعصب ولا التعصب تستمر خلال الفتره اللي جايه، ان دايما يعني التاريخ بيقول ان الاهلي والزمالك دايما لهم علاقات قويه مع بعض. ايضا الخبر اللي بعد كده مع منتخب الشباب، ايضا منتخب الشباب يصل تونس والسفير يستقبل البعثه. منتخب الشباب، حابب اقول لحضراتكم برضو بعثه منتخب شباب الفراعنه اللي سافرت تونس. جهاز الفني الكابتن ربيع ياسين مدير فني، عبد الستار صبري مدرب عام، احمد فاروق مدرب، محمد رزيق مدرب حراس مرمى، حازم عامر مخطط احمال، جهاز الطبي وليد منظور طبيب الفريق، هشام عبد العزيز اخصائي علاج طبيعي، وليد ماهر منسق اعلامي، وعلاء سعيد مدير المهمات. القايمه بقى، القايمه اللي ضمت 26 لاعب لمنتخب مصر الشباب، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. حراسه المرمى حمزه علاء، سيد عطيه، محمد جمال، خط الدفاع، خط الدفاع حسام عبد المجيد، حازم هاني، عبد الرحمن العشري، محمد المغربي، محمد اشرف، ياسين مرعي، احمد عيد، مصطفى اشرف، محمود صابر محترف بالنجم الساحلي، وده هينضم من تونس لبعثه منتخب مصر. خط الوسط زياد كمال، محمود جهاد، عربي بدر، رشاد المتولي، محمود عبد المحسن، زياد فرج، عبد الغني محمد، كريم محمد، احمد نبيل كوكا، يوسف حسن، وابراهيم عادل. وفي خط الهجوم حسام اشرف واسامه فيصل واحمد شريف. خمسة من القايمة دي بيمثلوا النادي الأهلي، موجودين في منتخب مصر. حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي، ده موجود في القايمة. محمد مغربي بيلعب مساك، عربي بدر بيلعب
باك رايت مع موسيماني، وكابتن ربيع ياسين بيوظفه خط وسط مدافع، وعندنا محمد اشرف ده باك ليفت برضه ما شاء الله خامه مبشره وواعده. واللاعب الاخير اللي احنا شفناه في مباراه ابو قير الاسمده احمد نبيل كوكا بيلعب برضه في وسط الملعب. كل التوفيق للكابتن ربيع ياسين وبعثه منتخب الشباب، وايضا كل التوفيق للخماسي لاعبي النادي الاهلي في الرحله او رحله بطوله شمال افريقيا. البطوله ان شاء الله هتنطلق في الشهر الحالي يوم 15. البطوله بتضم خمس فرق، مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر. هيصعد ان شاء الله فرقتين، الفرقتين هيوصلوا لكاس الامم الافريقيه تكون في موريتانيا في شهر مارس القادم. كل التوفيق ان شاء الله للبعثه والكابتن ربيع ياسين. نروح بقى لنتائج المسابقات. النادي الاهلي طبعا خلاص الجولات الاولى ابتدت، فريق 2099 لعب، فريق 2001، فريق 2003 وفريق 2006. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دي نتائج المسابقات الجوله الاولى في دوري الجمهوريه. الاهلي 99 لعب غزل المحله في ملاعب النشيد مدينه نصر، فاز الاهلي 3-1. الاهلي 2001 لعب غزل المحله، كانت المباراه في المحله، فاز الاهلي 1-0. 2003 فوز الاهلي برباعيه على الجونه، و2006 فوز الاهلي بثنائيه على الانتاج الحربي. دي كانت نتائج قطاع الناشئين. نروح بقى لدوري الجمهوريه مريد 2006 وكل نتائج الفرق هنشوفها مع حضراتكم دلوقتي. الاهلي طبعا افتتح اول مباراه بفوز على الانتاج الحربي 2-0، بيراميدز وانبي فوز انبي 2-0، سموحه والتعادل الايجابي مع وادي دجله 1-1، فوز الزمالك على مصر المقاصه بثلاثيه، فوز المصري على سيراميكا 2-1، فوز الاسماعيلي على المقاولين 1-0. ده دوري 2006. نروح لدوري 2001 الاسبوع الاول ايضا، الزمالك فوز على البنك الاهلي 3-2، فوز المصر تعادل ايجابي المصري طلع جيش 1-1، المقاولين الاتحاد 1-1. المجموعه الثانيه انبي فوز على انتاج الحرب 2-1، فوز الاهلي على غزل المحله 1-0، والتعادل ايجابي الجونه وسموحه 1-1، وفوز الاسماعيلي على بيراميدز 1-0. دي كانت كل اخبارنا في برنامج الاشبال. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم من جديد. الاسبوع اللي فات كان في بطولة مهمة ودية، بطولة زد اللي بتقام كل سنة، بتكون خير استعداد لفرق النادي الاهلي والفرق المشاركة في بطولة الدوري، دوري المنطقة ودوري الجمهورية. النادي الاهلي اشترك بخمس فرق، فريق 2011 2010 2009 2008 2007، ما شاء الله اللاعبين قبلوا بلاء حسن في هذه البطوله. عايز اقول ابرز النتائج علشان ما قدرناش نعرض لكم النتائج واللقطات دي الاسبوع اللي فات، علشان كان في مباراه الاهلي والاتحاد السكندري قبل نهائي كاس مصر. ابرز النتائج في 2011 فوز النادي الاهلي على الزمالك 1-0. الاهلي والزمالك مواليد 2010 فاز الاهلي 3-1. 2008 فاز الاهلي على الزمالك 3-0. والتعادل الايجابي في فريق 2007 1-1. ما شاء الله لاعبي النادي الاهلي قبلوا بلاء حسن. فريق 2010 وفريق 2008 فازوا بالبطوله الوديه، بطوله زد. تعالوا مع بعض نشوف اهداف النادي الاهلي في بطوله زد الوديه.
اهداف حلوه ورائعه صراحه، وانا واقف بتفرج على الاهداف مستمتع بيها. يعني لو النهارده كل جمهور النادي الاهلي عايز يطمن على مستقبل الاهلي خلال السنوات القادمه، يجيب الفيديو ده لمدته 4 دقائق ويتفرج على براعم النادي الاهلي. ما شاء الله مستوى رائع ومهارات عاليه جدا، سواء من 2011 2010 2009 2008 وكمان 2007. صراحه بشكر يعني زميلنا احمد رشاد اللي اعد التقرير ده، وبنتمنى له كمان السلامه، هيعمل عمليه بكره، بنقول له الف سلامه وترجع لنا ان شاء الله بالسلامه. نروح بقى لفريق شباب النادي الاهلي مواليد 99 اللي فاز على غزل المحله في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، فاز بثلاثيه، كان احرز الثلاثيه فهد جمعه وابراهيم السيد واحمد الشامي. تعالوا نشوف مع بعض اهداف لقاء الاهلي وغزل المحله، المباراه اللي انتهت بفوز الاهلي بثلاثيه. يعني بالرغم ان فريق شباب النادي الاهلي بيمر بنقص عدد كبير طبعا لاعبي الشباب مع كابتن ربيع ياسين في تونس، ايضا في اعارات مهمه زي عمار حمدي، زي محمد عبد المنعم، زي شادي رضوان، زي محمد فخري، زي صالح نصر راح وادي دجله، لكن الحمد لله كابتن عمرو انور عامل ما شاء الله فريق مميز، فريق شباب النادي الاهلي مواليد 99. تعالوا نشوف لقاءات ما بعد فوز الاهلي بثلاثيه على فريق غزل المحله مع الكابتن عمرو انور ولاعبي فريق شباب النادي الاهلي. مبروك علينا كلنا، اول مباراه في الدوري، اول 3 نقط مع فريق كبير، فريق محترم. يعني قدرنا نأدي مباراه قويه، يمكن حصل بس شويه كده تعثر في الاول الهدف اللي دخل فينا، بس الحمد لله الاولاد يعني قدروا يعوضوا الجون بسرعه على طول، وقدرنا ننهي الشوط الاول متقدمين 2-1. الشوط الثاني عملنا شوط جيد جدا وقدرنا ان احنا نجيب الجون الثالث، وضيعنا اكتر من فرصه. بالنسبه لي الاداء مش مرضي قوي، يعني انا طمعان في اداء افضل من كده واحسن من كده، انما كبدايه النتيجه كويسه جدا، 3 نقط مهمين من فريق كبير. اعتقد ان شاء الله باذن الله المباراه دي هتبقى يعني بدايه الطريق بتاعنا ان شاء الله للبطوله باذن الله. اولا الحمد لله على الجون اللي انا جبته، اول جول ليا في الدوري، وان شاء الله ما يكونش اخر جون وكده، والواحد بينافس ان هو يكون هداف الدوري ان شاء الله السنه دي، واهم حاجه البدايه، يعني اهم حاجه المكسب ده يدينا دفعه المكسب الجاي، ومكسب بيجيب مكسب يعني ان شاء الله. الحمد لله على المكسب والهدف، بدايه ان شاء الله كويسه لحصد اللقب ان شاء الله، نكمل السنه اللي فاتت اللي ما كملتش، والحمد لله على ده النهارده وعلى المكسب وعلى الهدف ان شاء الله، يعني الحمد لله. احساس طبعا ما يتوصفش، الحمد لله بدايه اول ماتش اجيب احرز الهدف الثاني، ف
فدي كويسه تديني دافع ان شاء الله اقدم اكتر واكتر الماتشات الجايه الحمد لله، والحمد لله على الاداء. والحمد لله احنا بقى لنا فتره ماشيين على اللي كابتن عامر بيقول عليه وبنلعب ماتشات وديه، وطلعنا فتره اتمرنا مع الفريق الاول والحمد لله كانت بدايه كويسه وان شاء الله ناخد الدوري السنه دي. الحمد لله على الفوز. اول ثلاث نقط في بدايه الدوري دي بتديك دفعه كويسه للموسم، بدايه موسم. هي دي هو ده النادي الاهلي، احنا اتربينا على كده يعني. واحنا كنا رسمين كذا سيناريو بقى يعني، اولنا مثلا اول خمس دقايق ممكن يخش في جول انت تجيب جول، ده اللي احنا كنا متكلمين عليه، دخل فينا جول قدرنا نعوض في نفس اللحظه الحمد لله ما ضيعناش وقت، وجبنا الثاني وفنشنا الشوط الاول احنا اللي احنا المتقدمين، اديتنا دفعه الشوط الثاني نلعب باريحيه اكتر، والحمد لله نزلنا جبنا الثالث وخلصنا الماتش الحمد لله. دي كانت لقاءات مع المدير الفني ولاعبي النادي الاهلي، ومن هنا برضو عايز اشيد بالكابتن خالد بيبو. شايفين شكل الملعب ما شاء الله حاجه تفرح، شكل الملعب بالاعلانات حواليه بارضيه الملعب، يعني تحس ان الملعب ممكن يقام عليه دوري ممتاز، وكمان ده هيسهل علينا خلال الفتره الجايه واحنا ان شاء الله بننقل مباريات الناشئين على الهواء مباشره هنا على شاشه قناه الاهلي. نروح دلوقتي نشوف مع بعض لقاءات مع المدير الفني ولاعبي غزل المحله، بعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. بحمد ربنا طبعا على النتيجه ايا كانت النتيجه، طبعا بتلعب تيم كبير النادي الاهلي، ما فيش معنى طبعا ده اسم نادي غزل المحله اسم كبير برضو، كنا جايين في نفس الوقت على المكسب، وده اللي كان باين من الشوط الاول، كنا متقدمين بهدف لولا الاخطاء الفرديه يمكن من اللعيبه، يمكن اللي هو الخطا بيجي جماعي من الفرقه كلها. بس انا بقول النهارده انا بشكر اللعيبه، بدايه قويه النهارده ما تبدا جمهوريه بالنادي الاهلي، لا بدايه قويه رغم الخساره، بس اللعيبه كانت على قد المسؤوليه. انت بتيجي النهارده انت شايف احنا واصلين على المباراه، يا دوبك نزلنا من الباص على التسخين على طول، ده مش مبرر، بس انا بقول دي البدايه ان احنا نرجع ان شاء الله ونرجع ننافس على البطوله ان شاء الله السنه دي باسم غزل المحله وباسم كبير زي غزل المحله. في الاول في الاخر رغم الخساره انا بشكر برضو اللعيبه ان كانت رجاله النهارده، كنا برضو رغم الخساره 3-1 ان احنا كنا ممكن في انفرادين في اخر الماتش نقدر نحقق التعادل بيهم. بحمد ربنا برضو على يعني على ايا كانت النتيجه، وبفكر ان شاء الله في ماتش الجونه عندنا في المحله ان شاء الله نقدر نعود تاني وان يعني نقرب حتى من صداره المجموعه ان شاء الله. الحمد لله على ده النهارده، وبرده انت بتلعب النهارده فريق كبير، بتلعب النادي الاهلي في النادي الاهلي، فانك تطلع بنتيجه 3-1 وبدايه اول ماتش ليك مع فريق كبير فدي حاجه كويسه، انما احنا كنا متعشمين في ربنا ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه النهارده، بس الحمد لله هو انت برده هرجع اقول بتلعب فريق كبير، بتلعب النادي الاهلي وفي النادي الاهلي، فالنتيجه ممكن تكون مش مرضيه لينا، بس الحمد لله اللي جاي بقى افضل ان شاء الله. طبعا احنا بنلعب النادي الاهلي، فلازم كله جاي عاوز يعمل ماتش كبير قدام النادي الاهلي، نادي كبير طبعا. ظروف ماتش بردك واول ماتش في الدوري، ما قدرناش نمسك نفسنا بعد الجون، دخل فينا جون بعدها على طول السنطره جون، ما قدرناش نمسك نفسنا، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ونعوض الماتش الجاي ان شاء الله، عندنا ماتش مع الجونه يوم الاربعاء نقدر نعوض فيه، وطبعا باللعب الاهلي يعني فريق كبير طبعا، والحمد لله للماتش طلع 3-1 الحمد لله، نقدر نعوض الماتش الجاي. طبعا اللقاء كان كويس النهارده، كان في مننا اصرار، كان في روح، بس طبعا انت بتلعب في فرقه بحجم النادي الاهلي، في فرق امكانيات شاسع كبير بيننا وبينهم، اللعيبه مرتاحه، اللعيبه قاعده في ناديها، احنا جايين برده حصل برده في عطل عندنا واحنا جايين، هو ده اللي اثر علينا شويه النهارده، جينا على الماتش على طول ما لحقناش نسخن بقدر الكافي زي النادي الاهلي طبعا، وطبعا الحمد لله على كل شيء ونعوض باذن الله في اللي جاي. اي فرقه زي النادي الاهلي لما تيجي تلعبها لازم تستعد لها خاص، في تمرينات خاصه على النادي الاهلي، انت بتلعب فرقه كبيره ما بتلعبش فرقه صغيره طبعا. كابتن عمرو كان الفتره اللي فاتت دي كلها كان بيمرن على شغل كويس عشان لما نيجي نلعب فرقه زي النادي الاهلي، بس برضو ارجع اقول لحضرتك اللي هو فرق كبير بيننا وبين النادي الاهلي طبعا، فرق امكانيات، فرق لعيبه، في كل حاجه، بس الحمد لله وان شاء الله باذن الله الماتشات الباقيه نعمل اي حاجه، نعمل نتيجه كويسه، ودي بدايه، وبرضو النتيجه مش وحشه ومش هتاثر علينا في المشوار الجاي، وان شاء الله تبقى بدايه خير باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد.
السنه دي بالذات يعني في اختلاف في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، في تطوير كبير بيتم داخل القطاع. التطوير ده بدا من بدايه الموسم بتولي الكابتن خالد بيبو، وايضا تولي المدير الفني بروكيتش، المدير الفني التشيكي، وده كان منذ سنوات طويله ما شفناش مدير فني اجنبي في القطاع، فشفناه خلال السنه دي. ايضا السنه دي كان في معسكرات في بدايه الموسم لكل الفرق. زي ما احنا شايفين اللقطات دي من ضمن التطوير، مباراه 99 ومباراه 2006 اللي انتهت بفوز النادي الاهلي هنا 3-1 وهنا 2-0. المدير الفني الاجنبي حرص على تصوير المباراه، والنهارده بنشوف الجهاز الفني كابتن عمرو انور مع لاعبي 99 وبيبدا يناقش اللعيبه او بيشرح لهم الاخطاء اللي كانت موجوده في المباراه، ومن مباريات اخرى بيوريهم اللقطات والتحركات. ده شيء جيد لما اللعيب النهارده ما يبقاش الكلام كله نظري، لا ده انت النهارده بتطبق الكلام النظري ده على ارض الملعب، زي ما احنا يعني النهارده على ارض الملعب على الواقع. بنشوف التطوير ده من خلال الفيديو النهارده لما المدير الفني بيجيب المباراه 99 الغزل المحله ويبدا يشرح للاعب لاعب النهارده التمركز الخاطئ، النهارده النواحي الدفاعيه، النواحي الهجوميه، فده شيء مهم جدا بيساعد على تطوير اللاعبين، وكمان ده شيء مهم جدا عشان اللعيبه تتعلم. فاحنا من هنا بنحيي كل القائمين وايضا مستر بروكيتش على المجهود المبذول، يعني اللي هو حريص ان دايما يقدم معلومات مهمه جدا سواء للاعبين او كمان للاجهزه الفنيه. من شويه اتكلمنا عن فريق 99 شباب النادي الاهلي، ايضا كمان في عندنا فريق مهم جدا السنه دي مع الكابتن محمد شرف، فريق 2003 اللي تم دمجه مع فريق 2004، والحمد لله السنه دي يعني مع اول مباراه عندنا مع مباراه الجونه في ملاعب الناشئين في مدينه نصر قدوا مباراه رائعه وكمان فاز النادي الاهلي برباعيه. تعالوا نشوف مع بعض اهداف اللقاء للنادي الاهلي. وادي الهجمه، وادي الجول، واول كوره في احداث اللقاء هدف اول للنادي الاهلي مع الدقائق الاولى، مع اول ثلاث دقائق. مازن يلعب ويعلق، ضربه الراس، جول 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 جول، صوره بالكربون يلعبها مازن للاعب رأفت المتمرس. مره ثانيه ابو الخير، وائل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا وائل، هدف رائع من الولد محمد وائل، واخدها وان تاتش لكريم. وائل يسندها مره ثانيه، عدت، حط يا راجل، حط يا راجل، جول 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 جول. ميدو اسامه، اهداف حلوه في مباراه الاهلي والجونه، لكن عايز اتوقف عند الهدف الثالث. يا ريت مخرجنا محمد دكرور يعرض لنا الهدف الثالث اللي احرزه محمد وائل. هدف حلو وهدف ملعوب وهدف فيه ذكاء وفيه سرعه بديهه من اللاعب محمد وائل، كره طويله من تحت مدافع الجونه بيطلعها، هو النهارده محضر نفسه على اللمسه الواحده. هنا ذكاء اللاعب والمهاره العاليه في تسديد الكره، وكمان راحه في الزاويه البعيده على الشمال حارس مرمى الجونه. هدف من الاهداف الحلوه، يا ريت نعرضه ونشوفه مع بعض تاني. هنا كرة ابتدت من تحت، كرة طويلة زي ما أقول لحضراتكم، مدافع الجونة بيطلع، هنا تحضيره للكرة أنه بيعدل جسمه أنه يلعب اللمسة من كرة، هدف عامل زي بتاع محمد أبو تريكة في نهاية أفريقيا في مباراة الصفاقس. هدف من الأهداف الحلوة، كل التوفيق لمحمد وائل وكل لاعبي فريق 2003. دي كانت أهداف اللقاء، نروح نشوف بقى لقاءات ما بعد المباراة مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الأهلي لفريق 2003.
الاداء وعملنا مباراه كويسه وبدايه كويسه، بالذات ان ده اول ماتش في الموسم، ان شاء الله ندخل الموسم كويس وكاب شرف محفظنا واحنا عملنا اللي علينا في الماتش والحمد لله يعني قدرنا نكسب نتيجه كويسه. الحمد لله توفيق من ربنا كبير فيها طبعا ومساعده اصدقائي، وانا كنت واخد القرار ان انا اسدد والحمد لله يعني ربنا كرمني وجت جول. بدايه بالنسبه لنا المشوار كبير يعني ان شاء الله ان احنا ناخد البطوله، وطبعا يعني احنا دي صفحه واتقفلت خلاص، ماتش الجونه خلص، احنا مركزين في ماتش الاسماعيلي الجاي ان شاء الله، وهدفنا ان شاء الله يعني نحقق البطوله السنه دي. وبشكر اللعيبه على اداء الرجولي النهارده وان شاء الله نقدم حاجه مميزه السنه دي. يا كابتن احمد شرف دايما بيتكلم معايا حته ان انا اسهل اللعب، ان انا اقدر اتحكم في رتم الاداء، وان احنا نلعب كره على الارض ونسهل الماتش على نفسنا من الاول، مش محتاجين ان احنا ندخل في التحامات وسرعات معاه، ممكن يكون حد جسمه اكبر منك اقوى منك، انما طبعا احنا عارفين ان الكره بتتلعب بالعقل اكتر من ان هي بتتلعب بالجسم. لقاءات مع الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي، ايضا نروح نشوف لقاءات مع الجهاز الفني ولاعبي نادي الجونه، وبعدها نروح لفاصل. بعد الفاصل استضيف ضيفي ميسي النادي الاهلي كابتن احمد السيد. طرده حصلت في الدقيقه 30، لعيب مهم عندي، مدافع مهم عندي، ومجريات اللعب كله مارد بقى طبعا، لعيبه 10 لعيبه وبيلعبوا في الدقيقه 30، حمل البدن اكيد زاد عليهم. اما انا بحيي رجاله النهارده كانوا موفقين يعني في الاداء بس مش موفقين في النتيجه، فبنقول الحمد لله الحمد لله اللي جاي احسن يعني اللي طلب منهم اتعمل النهارده بنسبه 70-75%، بس طبعا التوفيق طبعا كان حليف النادي الاهلي النهارده. الاجوال معظمها من كرات ثابته، الكورنر الجول الاولاني من كورنر اتلعب والولاد ما كانوش واخدين يعني اتلعب بسرعه، والجول الثاني برده نفس الكلام من كورنر. كرات الثابته النهارده كان لها مفعول السحر يعني النادي الاهلي النهارده بقى الحمد لله الجيم كويس، انا بشيد بلعيبه النهارده ومبسوط منهم جدا يعني الحمد لله. بص هو الموضوع ليه شقين يعني، الشق الاولاني ان انت تلعب ذا بيست يعني الاهلي احسن يعني من احسن فرقه طبعا على مستوى الجمهوريه في جميع مراحله، فدي بتبقى التيست الحقيقي لاولادك اللي انت بتبقى نازل الملعب مش هايب اي حاجه، خلاص انت بتلعب 11 لعيب قدام 11 لعيب، فالكلام اللي قلته رجاله النهارده كده النتيجه دي بتاعت ربنا مكتوبه عند ربنا قبل ما نلعب الماتش اصلا، ف يعني انا شايفها مش وحشه ومش حلوه يعني ده العادي كده كده هنواجه الاهلي، اذا ما كانش اول مباراه يبقى ثاني مباراه او ثالث مباراه او حتى اخر مباراه، بس لازم نبقى عارفين ان احنا زي ما هم عندهم اكيد نقاط قوه ونقاط ضعف احنا برضو بنلعب بنشتغل عليها. درسنا النهارده حاجات كتير في تكتيك اللعب بيه الكابتن محمد شرف والكابتن اسحاق، حاجات شفناها كنا مقصرين فيها شويه، الولاد مقصره فيها شويه، هنتكلم معاهم طبعا الفتره اللي جايه. طبعا احنا النهارده كنا كويسين والحمد لله عملنا اللي كان مطلوب مننا كويس بشكل كويس جدا، بس التوفيق ده بتاع ربنا والنتيجه بتاعت ربنا، كل حاجه مكتوبه والحمد لله على الاداء. يعني كنا بنحمس بعض، ما كانش في حد، لو حد فينا غلط كنا بنحمس بعض، لو احنا جايين احنا بنلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير بس زي اي نادي، احنا بنلعب 11 قدام 11، بس هي النتيجه بتاعت ربنا والحمد لازم نركز ونبقى رجاله ونلعب برجاله وروح ونخاف على بعض والنتيجه برضو بتاعت ربنا. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي اللي منورني النهارده ومشرفني في برنامج الاشبال. ضيفي لما احنا بنتكلم عن الثلاثيه بتاعت النادي الاهلي هو حاضر بقى من الجيل بتاع الرباعيات والخماسيات والثلاثيات، ما شاء الله كان موجود في كل المحافل الكبيره والنهائيات والمحافل الدوليه للنادي الاهلي، وكمان كان جندي مجهول، عمرنا ما سمعنا عن مشكله عملها في النادي الاهلي على مدار تاريخه هو موجود. ايضا كمان هو خارج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لقبه مانويل جوزيه بميسي النادي الاهلي. هنعرف منه دلوقتي حكايه ميسي. برحب بضيفي كابتن احمد السيد، منورنا كابتن احمد في برنامج الاشبال على قناه الاهلي. اهلا بيك يا اسامه طبعا، وسعيد بوجودي النهارده معاك في قناه بيتنا النادي الاهلي. قول لي بقى حكايه ميسي في التقرير، يعني بيقولوا لك هنعرف حكايه ميسي من خلال احمد السيد دلوقتي. لا لا هو كانت يعني موضوع كوميدي شويه. كان كابتن خالد بيبو ما كان بيجيب ستارز جديد، فكنت انا على طول باخد الين الستارز منه وبعد كده باخده منه يعني بدينه باخده يعني كان هو اتمرن بالستارز بتاعه ده تمرين، وبعد كده قال لي لا ده انا جاي رجليا فاتمرن بيه. فمستر مانويل كان عامل اليوم ده التمرين بتاع الفينش على الجول، فاكره اللي هو ار2 بتحط بيمينك وشمالك اللي هو ار2. انا التمرين ده غريب قوي، يميني وشمالي في المقصات، كانت غريبه قوي.
ماشيه ماشيه بقى. وخالد بيبو بقى معمي عمال يشوط بقى في مستشفى المعلمين وفي حتت بعيده. الجزمه بتاعتي واخده على الجزمه واخده على التكلنج والتطفيش بقى بتاعتي. فهو جوزيه قال لي تعالى وفي النهارده، قلت له انا لابس جزمه خالد بيبو بس. قال لي خلاص بس النهارده هسميك مارادونا. بقى شويه لا مارادونا تخن هسميك ميسي. بدا بقى خلاص. كمان في هدف حلو حطيته والحضري طالع بدل ما تشوط رحت عملت شيب مفيد. اه ده في البتاع ده ساعتها بقى. وساعتها قال لي بقى انت، قال لي لو تعمل كده في الماتشات هتبقى تلعب مهاجم. من ساعتها بقى سماني ميسي بقى. انت واحد من لاعبين النادي الاهلي اللي حقق بطولات كبيره ما شاء الله مع جيل كبير النادي الاهلي، شاف الثلاثيه ازاي دلوقتي مع موسيماني؟ بطوله دوري، بطوله كاس، بطوله الاهم هي بطوله دوري ابطال افريقيا، والجيل ده كمان يستحق ان كان اسمه يتذكر في التاريخ. ولما بنقول التاريخ يعني لازم نقول دوري ابطال افريقيا. بص هي طبعا اي بطوله بيحصل على النادي الاهلي بطوله مهمه جدا. بالنسبه لجميع النادي الاهلي، لكن افريقيا السنه دي هي مختلفه شويه لعده اسباب. الاول ان هي بقى لها حوالي من 7 سنين غايبه عن الـ عن الـ النادي الاهلي. ودي ما حصلتش من فتره، يعني من بدايه سنه 2000 واحنا يعني بنكون حتى موجودين بنكسب بطوله، ممكن اللي بعدها نخسرها السنه اللي بعدها لكن بنكسب البطولات. ماشي. ثانيا ان انت واخدها من المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك، فدي طبعا صعبت البطوله وخلت الجماهير برده يمكن اول مره تحصل. يمكن يعني دي ليها فرحة أكبر إن أنت واخدها من نادي الزمالك وبطولة أفريقيا في نفس الوقت. طبعا فطبعا في وسط الأجواء اللي موجودة والظروف اللي كانت موجودة والمشاحنات الموجودة في الوسط الرياضي، طبعا مش عايز أتكلم عنها يعني. بالنسبة حتى للكابتن محمود الخطيب، المشاحنات الموجودة ومجلس الإدارة، إن أنت تفوز بطولة في الوقت ده كده بتبقى حاجة كويسة جدا، بتحس إن أنت فعلا ده إنجاز. إحنا أيامنا كانت برضو الجيل بتاعنا كانت المنافسات كانت قليله شويه، يمكن بس بنفسك نادي الزمالك وشويه نادي الاسماعيلي، لكن دلوقتي ظهر كذا منافس ليك، سواء الزمالك، بيراميدز، الانديه الموجوده، كل الانديه بقت كويسه وكل الانديه بقى فيها فلوس، فبقت المنافسه بقت شرسه شويه. ان انت تكسب بطوله بتحس بطعمها. طيب وانت يعني ما شاء الله يعني مدافع كبير في النادي الاهلي، لعبت نهائيات، شفت تقييم ايمن اشرف جنب ياسر ابراهيم ازاي؟ خاصه ان المباراه كانت كبيره ولعبوا دور مهم برده في المباراه دي. بص ايمن من المباراه دي والمباراه بتاعت افريقيا فرقت معاهم ان هم هو وياسر لعبوا مع بعض 3-4 ماتشات جنب بعض. حصل انسجام يعني. انسجام. انت من اول السنه بدروب غريب بيحصل. سعد يتصاب يرجع سعد، متولي يتصاب يرجع متولي، رامي ربيعه يتصاب، ايمن يتصاب، مفيش انسجام. المكان ده بالذات يمكن انت ممكن تلعب جنب مهاجم عادي، ممكن انت بستايل وهو بستايل. لكن المكان ده بالذات الاثنين المساكين لازم يكونوا فاهمين بعض كويس قوي. لان انت بتلعب على الخطا اللي جنبك. انت عارف عيوب اللي جنبك وعارف مميزاته، وعارف وهو عارف برده عيوبك ومميزاتك، فانت يعني بتلعب عليه. يعني شايف النقطه المهمه هي الانسجام والاستقرار في المركز. الانسجام برده وحته المنافسه، ان انت ما بتحس ان في تدعيمات بتحصل او في حاجه بتحصل جديده. فانت بتبدا من جوه نفسك، بتبدا يعني بتبدا تشد حيلك لان بتخاف على مكانك. دي برده دي مهمه جدا. ايامنا انت فاكر ايامنا كان يعني المهاجمين كان اسامه حسني، عماد متعب، فلافيو. فتحس ان الثلاثه بنفس المستوى. اسامه بينزل يجيب اجوان، فلافيو بيجيب اجوان، متعب بيجيب اجوان، فانت بتلعب خايف على مكانك. في البدايه في الدفاع احمد السيد، وائل جمعه، رامي عادل، عماد النحاس، شادي. فانت بتلعب برده كانت حتى فاكر مستر مانو عايز تثبت نفسك فيه. لا مستر مانو كان على طول الكلمه بيقولها لنا، بيقول لك انت ده مكانك حافظ عليه. كلمه حافظ عليه دي هو بيضغطك ان انت تطلع كل اللي عندك. فهي دي اعتقد ان دي حاجه كويسه، ان خط الدفاع يبقى فيه اكتر من عنصر مميز بتفرق جدا. طيب قبل ما اروح اتكلم بقى عن بدايه احمد السيد في قطاع النشئين بالنادي الاهلي وازاي انضم، برضه عايز اخد رايك في بدر بنون. بدر بنون صفقه جديده للنادي الاهلي، مدافع في مركز احمد السيد. شفته ازاي في المباراه الوحيده اللي لعبها كتمام طالع الجيش؟ والحمد لله يعني كمان نفسيا اول مباراه ليه بتتويج ببطوله، بطوله كاس مصر. بص هو انا بدر بنون ده انا عارفه من زمان، متابعه حتى متابعه. هو مدافع كويس جدا، من نوعيه المدافعين اللي مش شرسه بس بيقطع بعقله، زي كابتن عماد النحاس كده. في مدافع يعني زي انا وائل جمعه كده، القوه بتبقى غالبه على اللي انت تقطع بفن. عايز كل يعني تعاملك بشراسه. بدر من المدافعين اللي بيقطعوا بذكاء. هو بيتمركز كويس، ذكي، كورته كويسه جدا. يمكن في الكره الحديثه دلوقتي خلاص ما حدش بيعتمد على قصه ان انت الاثنين المدافعين اللي عندك يبقوا شراسه بس انت، لان اغلبيه المدربين دلوقتي بيبداوا كره من ورا. خلاص بيبداوا خلاص ما تحت اي ظرف بيبدا الكره، بيبدا الهجمه من ورا. فانت محتاج نوعيه المدافع اللي زي بدر، زي ايمن اشرف، متولي، ياسر برده كورته كويسه، رامي ربيعه. انت عندك الخمسه اللي عندك، سعد برده كورته كويسه.
الخمسة أو الستة اللي عندك فيهم مواصفات دي. كان مع فايلر كان موفقين جدا في الحتة دي، ومع موسيماني واضح إن هو راجل بيحب الكرة. فدي كويسة جدا لبدر كبداية طبعا، كويسة جدا نفسيا ليه هو. كويس. هو الانطباع أهم حاجة، الانطباع الأول بالنسبة للمحترف. ومع الجمهور كمان. الجمهور طبعا بيفرق. بص الانطباع ده هو السوشيال ميديا دلوقتي كله عارف كل حاجة. كل لعيب دلوقتي بيخش بعد الماتش بيشوف انطباعات، عارف كل البيجات وعارف كل حاجه، فبيخش يشوف الانطباع. اعتقد الانطباع اللي بدر يشوفه في الشارع او يشوفه من جماهير الاهلي هيفرق مع الفتره الجايه. وانا بتفق معاك كمان في حته تحضير الهجمه دي مهمه، خاصه مع موسيماني. طبعا دلوقتي ان الشناوي بيبدا الهجمه من تحت وده هيساعد. عايز اروح بقى لبدايه احمد السيد مع النادي الاهلي. احمد السيد يعني من ابن من ابناء النادي الاهلي من قطاع الناشئين. انضميت ازاي؟ اختبارات ولا كان النادي الاهلي شافك في مكان؟ انا كنت، لا انا كنت ناشئين نادي النيل. نادي طبعا النيل. نادي النيل يعتبر كان زمان بيسموه الاهلي بيه. خصوصا ان كان بقى الفرقه بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ، الفرقه دي السنه ده كانت لغة. الفرقه كلها راحت نادي النيل، لعبت باسم نادي النيل. مزبوط. عشان السنه اللي بعدها يرجعوا تاني. فنادي النيل طول عمره بيتعامل بال 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 بالمنطق ده مع النادي الاهلي. انا كنت بلعب في نادي النيل من وانا عندي 8 سنين، وكنت انا صغير كان جسمي فارق قوي، يعني فارق عن سني. كنت طويل، فكان الناس بتفتكرني ان انا مزور، يقول لك ده مش سنه. فبدا اسمي يتردد كتير مع انديه اتحاد عثمان، مقاولين، النادي الاهلي. بدا كان كابتن عماشه طبعا هو بعد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ليه الفضل عليا. اتكلم اختبرت كذا مره، وكان الاختبارات زمان كانت صعبه شويه. انت بتختبر في بالظبط ملعب، فاكر الملعب اللي كان في اللي هو مكان الجنينه دلوقتي اللي في التيتش؟ في الجزيره. في الجزيره. كان بيقسموا الملعب ده مثلا ملاعب صغيره، فطبعا بيبقى ناس بقى كل واحد بيبقى صغيرين، وكل واحد عنده حماس، اللي جاي مثلا من الارياف، جاي مش عارف من الصعيد، فطبعا تبقى انت كله بيخش على بعض وكله بيجري ورا الكوره. سيبك تكمل، فاكر الصوره دي؟ طبعا دي احنا ماتش القطن 2008 واحنا في الطياره. الكاميروني دي. القطن الكاميروني. كنت انا وفلافيو جيلبرتو. دي كان من البطولات الغاليه برضو، لان انت كنت معانا هناك، الاجواء كانت صعبه جدا. طبعًا. والجو كان حر جدا. جروه دي اللي هي في الكاميرون. الشمس كانت صعبه جدا، هم ضغطوا علينا الملعب كمان، ارضيه الملعب هم بعد شوي. ما احنا كان 1-0 لينا، هم بقى 2-1 ضغطوا، واحنا بدانا نتعب، وكان الماتش صعب جدا. فكانت بطوله صعبه جدا يعني. حقيقة. اسيبك تكمل بقى، اقول يعني كابتن عماشه خلاص رشحك ورحت اختبارات النادي الاهلي في الجزيره. بعد كنا الاول بياخدوا الناشئين كلها، بنروح النادي نختبر. بس الاختبار كان بيبقى صعب شويه، لان انت بتبقى في وسط ناس كتير، وكل واحد عايز يثبت نفسه، عارف. السن الصغير بيبقى فهمه مفيش تمركز. هو عايز يجري في كل حته عشان يثبت ان هو كويس، وياخد الكره من زميله. يعني كنت مثلا ماشي بالكره على واحد يروح زيقني واخدها منه، عشان هو يبان ان هو كويس. فانت خلاص. فنادي اتحاد عثمان رحت قعدت معاه كده كفتره معايشه، خدوني وكان عايزين يخلصوني. فزمان انت عارف كان القصه بتخلص بالمقايضه، يعني كور طبعا. ما كانش فيه المبالغ دلوقتي. ما كانش فيه فلوس خالص. ناشئ بيدفع فيه 200,000 و 300,000 مليون جنيه. طبعا. لا كان زمان كور. يعني مثلا النادي احنا عايزين مثلا ايه كور، عايزين مثلا ادوات ماع، عايزين الحاجات دي. كان اختلف في شويه حاجات. فكابتن عماشه كلم كابتن خالد جد الله وكابتن ضياء السيد، كانوا ماسكين الفرقه بتاعتي اللي هي تحت 14 سنه. كلمه قال له انا احمد اللي انا قلت لك عليه ده رايح اتحاد عثمان. قال له طب انا عايز اشوف الملعب. نزلت اول تمرين معاهم، الحمد لله عملت تقسيمه كويسه. بعد التمرين راح كابتن خالد نداني، خلى عم جمعه الله يرحمه ناداني، كان الاداري، وقال له قال لي كابتن خالد عايزك، قال لي انت كويس واحنا عايزين الورق بتاعك. كابتن خالد جد الله. كان ماسك مدير فني، وكان معاه كابتن ضياء السيد. عايز اتكلم عن جيلك بقى في الناشئين، ما شاء الله فرقه احمد السيد يعني من الفرق اللي انضم منها عدد كبير. للفريق الاول. انت كنت بتمرن معانا على طول، بتلعب معانا الماتشات. انا بصعد معاكوا دايما. صعب معانا على طول. طبعا كابتن مختار كان بيموت فيك يعني. كان انا، هاني سعيد، اشرف ابو زيد، ياسر علي، احمد بلال، احمد صلاح حسني، سعيد. لا ده احنا اقول لك اللي حصل بعد كده. ده دول اللي هم 79. احنا مواليد 80. كان مواليد 80. فجي السنه اللي بعدها عملوا دمج للفرقتين اللي هو 79 و80. اختاروا العناصر المميزه من هنا ومميزه من هنا. كان كابتن مختار ماسك الفرقه. انضمنا بقى مع حسن مصطفى، مع زياده بقى، ابراهيم سعيد، جود، احمد صلاح حسني، محمد فضلي جالنا، كل دول، حسام غالي اما جه كان ساعتها جاي من كفر الشيخ. انت كنت تنضم معانا الفتره دي. فالفرقه دي قام عملوا دمج، الفرقه دي بقت قويه جدا، وتصعد منها يعني ما يقل عن 10 تصعدوا فريق اول. ده رقم كبير طبعا، 10 من فريق طبعًا واحد طبعًا. ده انجاز. ودي كانت الميزه في الجيل بتاعنا،
اللي احنا ان شاء الله انا شايف ان الفتره دي مجلس اداره الاهلي مركز عليها بتعيين الكابتن خالد بيبو وان هو يجيب مدير فني اجنبي ان هو يركز على الناشئين فعلا. بتبقى ليها كذا دافع. اول حاجه انت بتقلل النفقات بتاعتك, انت تشتري ناشئين وتقلل الانديه تقعد تقول لك انا عايز 20 مليون و30 مليون يبقى عندك الناشئ بتاعك. تاني حاجه انت بتربي الناشئ من صغره ان هو ياخد على المكسب, ودي كانت فينا فاكر اما كان كابتن مختار بيعمل لنا تقسيمه الانتماء كمان. طبعا انت النهارده انت بتشتري لعيب وبقى عنده انتماء كبير وفي امثله زي طبعاً. وليد سليمان زي علي معلول. لكن برضو لما بتطلع ناشئ من عندك من قطاع الناشئين بتصرف عليه دايما اتربى في النادي الاهلي بيبقى مختلف. لا انت لما بيطلع انت يعني من شاب على شيء شاب عليه معروف. انت انت من وانت صغير متعود على المكسب فما بتطلع اوريدي خلاص بيبقى عندك الدوافع هي كده كده عندك. اه ممكن بتبقى لازم تزودها سنه بس هي موجوده عندك من وانت صغير. مظبوط. ليه؟ لان انت فاكر كابتن مختار كان يعمل لنا تقسيمه على 50 جنيه وبعد ما يخلص يقول لنا ايه؟ هو انتوا بتموتوا بعض على 50 جنيه والماتش اللي هو المفروض مثلا مش عارف ب 200 جنيه او 300 جنيه ما بتموت فبيعمل الدوافع دي فخلق الدافع ان احنا حتى التقسيمات اللي بينا انت فاكر كانت تقسيمات على طول انا فضل على طول 10 غرز في دماغي وانا فضل على طول انا اكسر له رجليه انا على طول فضل مع بعض وكنت اخش عليه جامد وانت تخش عليه جامد انت نفسك من الحماس اللي احنا بينا. فانت لما طلعت برده فريق اول انت اندمجت على طول لان انت خلاص بالنسبه لك واخد على كده غير اما تجيب حد من بره بياخد وقت. ليه؟ انت جايب حد مثلا سين من اي نادي باحترامي كل الانديه بس الدوافع مختلفه. انت بتتكلم عن واحد يبقى كل امله يقعد في الدوري بيروح نادي كل حياته بطولات ياخد شخصيه النادي البطل شخصيه النادي واللي انت تبقى مضغوط على طول انت تكسب. ما هو اللي بيبقى امله ان هو يقعد في الدوري ده يكسب ماتش ويخسر ماتش يخسر ماتشين ويكسب ماتش يتعادل ماتشين لكن النادي الاهلي مش هيقبل غير ان انت تكسب. هي القصه مختلفه في كده. طيب طلعت الفريق الاول فاكر اول مباراه ليك بقى مع الفريق الاول والكواليس والاجواء هو طلع الفريق الاول كمان برده كان في كان في برده كعبله برده لا كعبله دي كعبله رهيبه يعني. كعبله رهيبه ما كانش مرغوب فيها في الفريق الاول في الجهاز الفني بتاع سوبل. احنا لعبنا فاكر لعبنا مع بعض وكنا بنتصعد وبتاع بس برده كان في لخبطه شويه تطلع وتنزل تحت مش هو مش مقتنع بحته يعني ايه مش عايز مدافع عايز مدافع بيلعب كوره فكابتن مختار كان على طول بيرشحنا انا اللي موجود فلا فطبعا ساعتها كان موجود كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب كانوا موجودين في لجنه الكره وانا طلبت منهم ان انا كان جاي لي ام بي كان ام بي في الدرجه الثانيه وعايزين يصعدوا اروح لا اروح خلاص امشي كان اخر سن ليا خلاص يتصعد يمشي خلاص. فكابتن مختار قال لي خلاص كمل السنه معانا وخلاص انت بقى عايز كده خلاص انت مستقبلك. فكنا في معسكر في اسكندريه واقالوا الجهاز الفني فمسك مين كابتن مختار وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن طارق سليمان الله يرحمه مسكوا فريق اول. بتاع كابتن مختار مكلم الاداريين وقال لهم ابعتوا احمد وياسر علي ومحمد فضل وامير عبد الحميد عشان انضم فريق اول. يعني كنت ماشي خلاص كان مسك كابتن مختار اتصعدت مسكت فريق اول ومن هنا بقى من هنا على طول بقى اتغيرت لان انت حياتك اتغيرت. انت كنت رايح ام بي طبعا نادي ام بي نادي كبير بس بعد كده لقيت يعني مدرب هو اصلا كان بيحارب عشان يصعدك فريق اول مره واحده هو المدير الفني للفريق الاول طبعا عارف امكانياتك كل الدعم مقتنع بيك يقدر يوظفك تبقى دي نقطه مهمه لا جدا. ومديك الدعم ولعبك على طول يعني مش اللي هو لا انت صغير استنى شويه لا راح لعبنا على طول طلعنا بطوله اللي هي بتبقى في رومانيا طلعنا البطوله دي كان عندنا فرقه اللي بتاعت سيوا بوخارست فرقه قويه جدا والاسماعيلي لعبني الماتشين وهو جابني كده قال لي انا حطيتك على الطريق انت مجهودك بقى خلاص انا عملت اللي عليا وحطيتك على الطريق الحمد لله عملت الماتشين والناس اقتنعت بيا وكملت بقى الحمد لله. كم بطوله كم سنه في النادي الاهلي الاول يا كابتن احمد كله ولا يعني بدايه الناشئين الفريق الاول الناشئين من 94 ل 2012 حوالي بتتكلم في 18 سنه تقريبا 18 سنه فريق اول كم سنه منهم فريق اول 13 والناشئين حوالي 5 كم بطوله بقى مع النادي الاهلي 26 26 ما شاء الله فاكرهم تقدر تعد لنا فاكرهم كلهم طيب قول لنا فاكرهم كلهم 26 بطوله انا خدت اول سنه ليا اتصعدت مع فريق اول مع تسوبل اتصعدت مره عادني ماتش احتياطي ماتشين احتياطي بطوله الدوري حسبت لي بطوله الدوري بطوله الدوري بعد كده انا موجود معاك في البطوله دي بعد كده 2001 خدنا بطوله افريقيا ماشي وخدنا كاس مصر 2000 اللي هي 2001 مع ديكسي ماشي 2001 اللي هي بتاعه 2001 2002 اللي هي مستر مانو جوزيه خدنا دوري ابطال افريقيا خدنا دوري ابطال افريقيا مع مانو جوزيه ماشي 2002 اعتقد ما 2002 2003 اللي كانت الطفره بقى من بدايه من 2005 2002 ما خدناش حاجه الدوري اللي خسرناه وخرجنا من الكاس الدوري اللي خسرناه اللي هو بتاع بونفرير ماشي السنه اللي بعدها اللي هي بتاعه 2003 2004 بدات بقى اللي هي
الطفره بقى كلها. خدنا كاس مصر اللي انت لعبت فيه، اللي انت اول ماتش لعبته اللي هو بتاع ما كابتن فتحي مبروك كان موجود. مظبوط. خدنا كاس مصر. بعد كده بقى النهائي امام الاسماعيلي بطوله كاس مصر 2004 بقى بدانا بقى مستر مانو جوزيه بقى، خدنا دوري وخدنا كاس. حضرت انت الخماسيه؟ انا الخماسيه طبعا خدتها. خماسيه 2005 2005 و2006 2006 اللي هي الصفاقس اللي هي خدنا قدام النجم الساحلي. كان دوري وكاس وافريقيا، وكان سوبر مصري وسوبر افريقي او سوبر افريقي، وخدنا وسوبر محلي. سوبر محلي خدناه قدام انبي اما وائل جمعه اللي جاب الجون. ماشي. وخدنا 2006 نفس الكلام برضو، خدنا الافريقيا اللي ماتش الصفاقس في ابو تريكه، وخدنا السوبر امام كان امام القطن الكاميروني، وكان نجم الساحلي 2005. لا 2006 خدنا السوبر، خدنا السوبر من نادي الجيش الملك المغربي. الجيش الملك المغربي فاكر الماتش ده، شفت ركله الجزاء في الماتش. الماتش ده كانت فرقه قويه جدا علينا. التاني انا على ما اعتقد بعد كابتن عماد النحاس. وخدنا الكاس من الزمالك. وخدنا سوبر محلي، سوبر محلي برضو. كان من اعتقد الزمالك برضو. الزمالك او انبي مش خدنا السوبر بس هم الخمس بطولات دول. انا عارف ان احمد السيد دمه خفيف في المعسكرات، يعني احمد السيد قاعد معايا على الهوا دلوقتي غير احمد السيد بتاع المعسكرات. انت حاضر كل حاجه. طبعا. عايزك بقى تحكي لنا الكواليس بتاعه المعسكرات والحكاوي الحلوه، الناس نفسها تسمعها من احمد السيد. اول موقف لما انا وانت فاكر كنا قاعدين. طب هسيبك تحكي المواقف اللي تبقى في المعسكرات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن احمد. يعني وانت معايا على الهوا دلوقتي في الحلقه ما شاء الله هادي، لكن الوش الثاني بقى في المعسكرات. حضرت كله. عايزين نكشف بقى الخبايا بتاعه المعسكرات. انت حضرت كله انت للناس. انا كنت بقعد مع احمد السيد على طول في الاوضه. الموقف طبعا انت فاكره بتاع كان كنت قاعد انا واسامه حسني في الاوضه، ف انا وانت انا وانت ايوه. فكنت جايب وش كده مرعب، فبحكي لي الناس يعني. فاسامه يعني قال لي طب خلاص، بس هو ما شافش الوش ده لسه ما شافوش. فقلت له طب اسامه خلاص كده، احنا كنا بجنوب افريقيا. قلت له طب انا هنصطاد واحد واحد كده نخوف، هو ما شافش الوش ده. فهو خرج بره يعمل حاجه، وانا دخلت الايه، دخلت الدولاب، في دولاب كده قلت اخش فيه والبس الوش عشان اي حد يخش ابقى بعمل يعني السيناريو. فهو اول ما دخل فهو نسي بقى ان انا جايب الوش والكلام ده. فهو اول ما دخل قال لي يا احمد يا سيد انت من اولها كده هتفرك بره الاوضه، بتحب الفرك جدا. فخلاص انا سكت بقيت ايه اعمل كده، قلت اعملها فيه بقى. فهو واقف قدامي كده، رحت طالع عليه بالوش مره واحده، راح اغمى عليه وعلى الارض اغمى عليه، قعد يصوت. قلت له ده انا قايل لك فاكر موضوع الضلع في التمرين؟ لا بص لك ضلعك. قلت له انا في التمرين برضو اسامه يعني اسامه عمره في حياته يعني عمره في حياته ما اذى حد في كوره، يعني بيتضرب بس اي حد يخش عمره ما ضرب، ساب الدنيا كلها وجاي يعورنا انا. فبعد ما اتعورت كسرت الضلع بتاعي، فكابتن الخطيب جالي المستشفى. اجي كان اسامه ساعتها لسه متجوز ساعتها. فكابتن الخطيب قعد عمال يبص لي كده، عايز يقول لي حاجه. قلت له حاجه يا كابتن؟ قال لي يا ابني عايز اسالك سؤال. قلت له لا يا كابتن. قال لي انت متاكد ان اسامه هو اللي عورك؟ قلت له قال لي يا ابني ده لا بيش ولا بينش. قال لي عورك ازاي ده؟ جوزي جالنا تاني يوم. اللي انت كنت واكل ايه لما اتعور احمد سبتوك؟ كنت واكل ازاي والله؟ انا اللي بعور لكل الناس. يعني انا الوحيد يعني انا كل اللي مشاكلي كانت مع جوزيه ان انا بضرب الناس في التمرين. يقول لك بالراحه في التمرين عشان ما تعورش حد. وجاب جت فيك انت اللي انت اللي تعورني، فهو بالنسبه له طبعا دي حاجه كبيره جدا. وانت ما بتضربش حد اصلا. طب ايه موضوع 30 10؟ احمد سيد مواليد 30 10 شهر العظمه. حظي طبعا طبعا يعني انا حظي ان يعني اليوم ده مولود فيه اسطورتين من اساطير الكره طبعا، كابتن محمود الخطيب ودييجو مارادونا يعني. وانت برضو مواليد 30 10 يعني هم رحت قسم التكالنج، هم قسم المهارات وانت دخلت قسم التكالنج. فطبعا حاجه كويسه جدا يعني الواحد يبقى يعني تاريخ ميلاده طبعا. انا بتظلم في اليوم ده طبعا لان الناس كلها بتحتفل بكابتن خطيب ومارادونا عالميا. احنا بنحتفل بيك النهارده شهر 12 يعني ما حدش بيحتفل بيا خالص طبعا. انا ليا الشرف ان يكون طبعا اسطوره زي كابتن محمود الخطيب، انا تاريخ ميلادي زي كابتن محمود الخطيب ومارادونا، حاجه كويسه وشهر حلو شهر 10 يعني. طبعا شايف بقى يعني السنه دي البطوله الافريقيه كان فيها محطات مهمه، تواجد الكابتن محمود الخطيب دايما مع الفريق في المحطات المهمه. شفناه موجود في مباراه الهلال السوداني هناك في السودان رغم الاجواء المشحونه، شفناه في مباراه سان داونز هناك طبعا. وانت خسران 5 وعندك ذكريات سيئه، بيروح وبيساند الفريق وبيدعم الفريق في مباراه الوداد في مباراه الزمالك. شايف تواجده السنه دي خاصه مع الفريق الاول
علشان بطولة افريقيا كان ازاي؟ بس طبعا يمكن احنا متعودين من كابتن خطيب حتى لما كان موجود في مجلس الاداره ومشرف على الكوره ولجنه الكوره بيتواجد معانا في الماتشات المهمه جدا. احنا كلاعيبه حافز بالنسبه لنا انت لما بتشوف نجم زي كابتن محمود خطيب هو معاك ويحسسك بالمسؤوليه وهو جاي معاك انت غصب عنك بتحس انت كده حاسس بمسؤوليه، بس المسؤوليه بتاعتك بتضعف. ان كابتن خطيب بنفسه يبقى طالع معاك كرئيس باسا وما ان في اعضاء جزاره كتير، بس لما رئيس النادي بنفسه يطلع في ماتش يطلع معاك كرئيس باسا ده هو بيوصل لك رساله باهميه الماتش ان هو يكون موجود معاك رغم ان الكابتن يعني ظروفه صعبه تعبان حتى لو ما اتكلمش في المحاضره طبعا رساله وصلت. وجوده معاك بينزل التمرين، وجوده معاك انت بتشوف كابتن زي كابتن خطيب انت غصب عنك بالضعف. فاكر لما كنا صغيرين ونلاقي عضو مجلس اداره او مدير شؤون ناشئين جالك في الماتش انت غصب عنك طبعا هو حافز بالنسبه لك وتبقى مبسوط كمان مبسوط. ايوه طبعا في اهتمام، دي حاجه كويسه جدا طبعا. متعودين من النادي الاهلي طبعا يمكن زي ما قلت لك هي البطوله بالنسبه لنا غاليه عشان الظروف اللي حواليها دي كلها، يعني انت برضو المنافس بتاعك نادي الزمالك والناس كلها بتاع جماهير الزمالك كانت تامل ان الزمالك يفوز بالبطوله بقى من 2001 ما فاز بيها، وعلى النادي الاهلي واول مره تحصل 2002 اللي هي 2002 اللي هي بتاعه تامر عبد الحميد امام الرجاء. فبالنسبه لك بقى لك 18 سنه ما خدتش بطوله فطبعا حاجه وتاخدها من النادي الاهلي فطبعا دي صعبت المباراه جدا، والشحن اللي كان موجود قبل الماتش خلى الماتش صعب جدا. يمكن انت برضو النادي الاهلي بيحصل بيت النادي الاهلي ان هم بداوا المباراه كويس جدا في الوسط الزمالك مسك الكره بس انت نهيت المباراه كويس جدا ودي حاجه كويسه جدا. علشان كده المقوله بتقول المباراه النهائيه يعني تفاصيل تكسبها التفاصيل الصغيره طبعاً. مش مهم انك تستحوذ فيها على قد انك انت تقدر تطلع باللي انت عايزه من المباراه. بص يا سامر في مدربين في الدوري الانجليزي يقول لك سيب يعمل اللي هو عايزه في نص ملعبه، اعمل اللي انت عايزه، امسك كوره واقعد باصي، بس انت بتيجي في الحته بتاعتي اللي هي الثلث الاخراني اللي هو الدفاع بتاعي لا شراسه بقى اعمل اللي انت عايزه، انا بحسسك ان انت كويس في نفس الوقت انا بعمل اللي انا عايزه في الاخر. النادي الاهلي اعتقد ان موسيماني تصريحه ده موفق جدا ان هو قال ان انا سبت الزمالك يحس ان هو كويس ويمسك كوره، رغم ان هو برده الفرص قليله جدا يعني حتى الفرصه اللي الناس بتتكلم عليها لنادي الزمالك لو بتتكلم على فرص حقيقيه لا انت فرصه نادي الزمالك شوطه من بره 18 شوطه من حسين الشحات كره في بس لكن بتاعت حسين الشحات دي 6 يارد ده هجمه هدف لكن يعني. التانيه دي مجهود فردي واحد زيزو من نص ملعب شاط ده مجهود فردي لكن انت برده انت مستحوذ لكن بلا فعاليه. انا بالنسبه لي هي الفعاليه الهجوميه هي دي الاساس بالنسبه لي ان انا ماشي انا مستحوذ وصلت كم مره للجون عملت كم هجمه عملت كم كره خطر عملت كم كروس فهي دي بتفرق. يعني انت عايز تقول ان ممكن يبقى في استحواذك استحواذ سلبي خلاص انا لما استحوذ يبقى عندي استحواذ ايجابي بفرص خطيره ده الهدف من 2008 القطن عمل فينا ايه هناك وخدت في الاخر المباراه اللي انت عايزه منها عمل فينا ايه لا احنا ضغطك طول المباراه احنا ممكن تلاقي الاستحواذ 80 20 ليهم بس انتوا عملت ايه في الاخر؟ التاريخ هيذكر ايه؟ 2008 مين اللي فاز بالبطوله؟ البطوله طبعا بس الارقام والبطوله انا عندي تارجت بلعب عليه ماشي طول الماتش قطعني وانا اكسبك مين اللي كسب في الاخر؟ مظبوط. طب شايف الخطوه الجريئه يعني في الوقت اللي انتقد فيه الناس كلها مجلس اداره الاهلي وخاصه الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط على اختيار موسيماني، شفت اختيار موسيماني ازاي؟ ما شاء الله النهارده يعني بقى عنده قبول عند كل جمهور النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا وبعدها بايام قليله بطوله كاس مصر. طبعا اختيار موفق جدا ان انت البطوله الاغلى بالنسبه لك في النادي الاهلي بطوله افريقيا. انت جايب واحد داس في افريقيا واحد واخد البطوله من فرق قويه جدا سواء خدها من الزمالك سواء ما كسب الاهلي واحد متمرس في افريقيا، انت بتجيب مدرب مدير فني اجنبي عقبال ما بياخد على الاجواء بتاعت افريقيا بياخد وقت وبيبقى موهوم بالنسبه له. انت جايب واحد انت عارف زي اكنك بتجيب مدرب مصري عارف كل التفاصيل في افريقيا اكنك بتجيب مدرب مصري يمسك فريق مصري هو عارف اللعيبه غير ما تجيب واحد اجنبي لسه هيتعرف من خلال الجهاز المعاون اللي معاه هيتعرف على اللي معاه ده مثلا مميزاته كذا. انت جايب واحد اوريدي عارف الفرقه بتاعتك كويس قوي لانه لعبها عارف متابع كويس قوي عنده طموح ان هو عايز يعمل حاجه مع النادي الاهلي. هو في فرق ان انت تجيب مدرب انت اللي عايزه وهو اللي عايزك الطرفين متفقين موسيماني نفسه يمرن النادي الاهلي لان هو حاسس النادي الاهلي هيعمل له طفره كبيره جدا في حياته سواء انجازات عملها مع سان داونز مش بطوله في النادي الاهلي ب 20 بطوله طبعا. سان داونز بتسمع في افريقيا بس بتسمع النادي الاهلي معلش في افريقيا معروف في الوطن العربي كله معروف النادي الاهلي بجماهيره بشعبيته فهي هو عارف ان هو البطوله في النادي الاهلي هتساوي مع ايه. هو الراجل جاي برده خد دوري ماشي وبعدها واخد بطوله افريقيا بعدها كاس مصر وان شاء الله ياخد السوبر المصري ياخد السوبر الافريقي بالنسبه له انه يعمل حاجه زي دي كده طبعا حاجه كويسه جدا. وانا بقولها برضو يعني موسيماني مدرب فنيا عالي جدا ولكن اهم من فنيا هو مقدر قيمه النادي الاهلي. عايز اروح لصوره وعايز تعليقك عليها. شوف صوره دلوقتي يعني
الصوره دي الله يرحمه طبعا. ده كان يعني ده كان صديق عمري ده عبد الوهاب ده الله يرحمه. يعني رحيله افجعنا كلنا طبعا. يمكن احنا كلنا كنا في الملعب. انت في التدريب وقتها كنا في الملعب. لا الموضوع صعب جدا. عبد الوهاب يعني بعيدا عن كره القدم هو شخص محترم جدا وشخص مؤدب جدا وكان بيحب كل الناس ويكفي الحب اللي شافه بعد وفاته ده شافه من الناس كلها. انا تأثرت جدا بوفاته وانا كل سنه في نفس الوقت بنزل الصوره بتاعته هي نفس الصوره دي لان هو فعلا يستحق كده يعني ان احنا نذكره بالخير. محمد عبد الوهاب يعني دلوقتي كم سنه يعني سنوات طويله من رحيله كان مدى 2006 في اول 2007 يعني يقول 13 14 سنه بعد 14 سنه الناس لسه بتتذكره كانه موجود وبيلعب دلوقتي مع النادي الاهلي طبعا عشان ده عشان بنقول رساله لو انت بتدور على الطموح بتدور على الفلوس بتدور على التاريخ بتدور على الاسم بتدور على الشهره بتدور على العيله ده كله بتلاقيه جوه النادي الاهلي طبعا طبعا يعني بص يكفي ان انت يعني اي لعيب بيجي في النادي الاهلي ويمشي النادي الاهلي يعني صالح جمعه مشي من النادي الاهلي ادى قال تصريح ايه انا لما مشيت من النادي الاهلي كنت عايز اروح فرقه نفس السيستم والنظام بتاع النادي الاهلي برده دي حاجه ليه مهما حتى لعيب لو ما بيلعبش هو من قراره نفسه جواه عارف النادي الاهلي وعارف هو فين موجود فدي برده بتفرق انت ممكن تمشي من النادي في لعيب يمشي من نادي ثاني يقول لك لا مش عارف ايه ده بيعملوا كذا 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 عمر ما لعيب مشي من النادي الاهلي قطع انا برده يعني بلوم على بعض الاشخاص برده بيبقوا شغالين في النادي الاهلي قبل ما بيمشوا منه بيبداوا يهاجموا ودي حاجه غلط انت بدل ما انت اتربيت في مكان وفعلا والمكان ده عمل اسمك ولي فضل عليك لازم تذكر الفضل بتاعه ما تذكرش الوحش بتاعه حقيقة. لان انت ليك اسبابك وهو ليه اسباب وانت كل واحد شايف الموضوع من وجهه نظره لكن اكيد النادي طول ما انت اكيد مش هتبقى كويس ومشيك فاهم فدي حاجه كويسه جدا انت لازم تذكر انا الحمد لله يعني انا طول عمري بقول انا الحمد لله النادي الاهلي هو اللي عمل اسمي وكلنا عمل اسمي وعمل عملنا ماديا ومعنويا وعمل اسم وخلى ليك يعني مكانه في المجتمع فدي برضو حاجه لازم نذكرها على طول انا بنتقد بعض الاشخاص بيبقوا مش موجودين في النادي الاهلي او هم كانوا بيحاولوا يخشوا النادي الاهلي ومش عارفين يقعدوا ينتقدوا المجلس مع ان ده ما كانش موجود طول عمرنا احنا المفروض ان احنا طول عمرنا حتى لو انت بره انت بتبدا تساند لحد ما يجي دورك عشان اللي بره يساندك حقيقه الفتره اللي فاتت كان احمد سيد مرشح انه يمسك مدير فرع اكاديميه النادي الاهلي في الساحل في شبرا الموضوع تاخر ايه اللي حصل عايزين نسمع برضه اتاخرنا شويه انت عارف الشتاء شويه بتهدي الدنيا يعني بتبقى الدنيا هاديه شويه في الشتاء فاحنا برضو يمكن بتشاور طبعا مع الكابتن شطه وكابتن محمود صالح اتفقنا ان احنا ان شاء الله نبدا في الموسم الجديد اللي هو بعد الامتحانات شهر 6 لان احنا عايزين نبدا كبار ما نبداش صغيرين يعني ما نبداش لان يعني انتوا اخرتوها شويه لشهر 6 بحيث يبقى الافتتاح يعني افتتاح كويس يعني تفتتح يبقى فيه طبعا المكان هناك مميز جدا كويس مركز شباب الساحل في شبرا حاجه كويسه جدا شبرا ما شاء الله يعني مكان ما فيش ولا اكاديميه في عدد سكان كبير وفي مواهب كمان طلعت من شبرا كتير طبعا مواهب وان شاء الله هنعمل حاجه كويسه بس نبدا صح ان شاء الله يعني انا اتفقت مع كابتن شطه هو اقتنع حتى واقتنع بالموضوع قلت له يا كابتن ان شاء الله يعني هو حتى قال لي جس النبض هناك لا الناس برضو لسه طبعا ايه بتخش مدارس وفي كان في اشاعه بتاعت في كورونا الفتره الجايه فالناس بدات برضو ايه تقول لك تقتلها شويه لكن ان شاء الله طبعا يعدي الغمه دي على 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 خير ان شاء الله ونبدا ان شاء الله من شهر 6 يبقى كده احمد سيد خلاص اتجه للاتجاه الاداري مش الفني خلاص ان شاء الله وفي نادي الاهلي ان شاء الله اتجاه اداري وانا انا حابب الاداري ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن احمد وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله خلال الفتره الجايه مع اكاديميه النادي الاهلي وبشكرك يعني على تشريفك لنا في برنامج الاشبال طبعا يا اسامه انا سعيد جدا طبعا بوجودي معاكم متالق دايما وبجد والله من الناس اللي يعني بسعد جدا لما بشوفها على خط الاهلي انت عندك قبول من صغرك حتى من احنا في الفرقه كنت حتى لما بنتكلم اجتماع مع الفرقه كنت انت بيبقى ليك دور كويس وان شاء الله ربنا يكرمك الفتره الجايه وتكون في احسن مكان ان شاء الله وانا شرفت بلقائك واستمتعت بالحوار معاك في نهايه حلقتنا النهارده يعني بشكر ضيف اللي كان مشرفني ومنورني مس النادي الاهلي الكابتن احمد السيد اللي ليه تاريخ كبير مع النادي الاهلي بدايه من الناشئين وكمان كان جندي مجهول في كل البطولات بتلاقوا احمد السيد موجود عنصر اساسي في الثنائيات في الثلاثيات في الرباعيات في الخماسيات دايما اسمه موجود وابن مخلص من ابناء النادي الاهلي المره الثانيه بشكره وكده يعني وصلنا لنهايه حلقتنا اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من برنامج الاشبال